بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية استلام الأستاذ لواجبات الطلاب وتقديرها؟ قم بفتح النظام ثم اختر المقرر الدراسي، ومن هنا قم بفتح جزء إدارة المقررات الدراسية، ثم مركز التقديرات، ومنه مركز التقديرات الكامل. سيظهر الآن في مركز التقديرات الكامل كل الطلاب و الأنشطة التي قاموا بالعمل عليها. فالآن سأقوم بفتح الواجب. نجد أمام الطالب الذي أرسل الواجب علامة need grade أو يحتاج تقدير. سأضغط على هذه العلامة ثم عرض تفاصيل التقدير، ومن هنا عرض المحاولات. سيظهر النظام الآن الملف الذي قام الطالب بوضعه، ويستطيع الأستاذ تحريره وقراءته وتحميله، ومن ثم وضع الدرجة المناسبة للطالب عليه.